انزلي، انا عامل لك انزلي. يلا انزلي من السياره، تحركي، يلا امشي، روحي لهنيك، تحركي. خليكي عندك، وافي. وهلا اسمعي كل الحقيقة. بس تسمعي الحقيقة، انتي ما بقى في داعي تعملي أي شيء. وبعد ما تسمعيها رح تحسي قديش كنتي سخيفة. انتي رح تموتي، لأنه حياتك بتشكل خطر على حياتي. خطر على حياتك؟ ايه حبيبتي، ايه خطر على حياتي. ما فكرتي يا ترى شو السبب حتى؟ أنا بدي أقتلك؟ أنا من زمان ارتكبت جريمة قتل، ولأنه أنتي ساكنة ببيت اللي قتلتهم خفت كتير إنك تقدري تلاقي أدلة ضدي. وبصراحة مو حابة إني انسجن، مشان هذا الشي قررت إني أتخلص منك. رح ارتكب جريمة لحتى أعيش حياتي مرتاحة. أنتي شو اللي عم تقولي؟ انتي ما صدقتيني؟ كان بدك تكشفيني، بس وقعتي بالفخ تبعي وقصة قتلك صارت أسهل علي. اسمعي، خليني هلأ أحكي لك حقيقة الموضوع. من زمان كان في بنت عايشة بدلهي، انولدت بنفس بيتك هلأ. البنت حبت واحد وبسببهم أنا صرت تعيسة. هن الاثنين كانوا شخصيتين من فيلم درجة تانية، وقال هن حبوا بعض حب كبير كتير. حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.